وللحديث عن تداعيات الزلزال الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا واستمرار عمليات الإنقاذ، معنا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب السياسي والتركي مصطفى حامد أولو. أهلا بك معنا أستاذ مصطفى، أهلا وسهلا. حياكم الله. على أن ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف من الحدود السورية التركية الإعلامي السوري مصطفى النعيمي. حتى ذلك الحين أسألك أستاذ حامد، إدارة الكوارث التركية تتحدث عن أكثر من 100,000 عنصر يعملون في عمليات الإنقاذ، يعني هذه الساعات إلى أي مدى تعتبر أو تعد حاسمة بالنسبة لي يعني انتشال أو إنقاذ ناجين مع ارتفاع أعداد الضحايا في هذا الزلزال لأكثر من 9,000 شخص؟ أولا تحية لكم ولكل المشاهدين، ونعزي أنفسنا وأهالي الضحايا، ونعزي الشعب التركي والشعب السوري بهذا يعني القطب الجلل والمصيبة الكبيرة والامتحان الصعب. صراحة يعني ما يحصل اليوم في تركيا، وهي صاحبة الباع الطويل في الخبرة في معالجة الكوارث، وتمتلك يعني مؤسسة الآفات الكوارث التي أيضا هي تعتبر بمثابة دولة، والهلال الأحمر التركي الذي أيضا هو أسطول يعني قوي. كل مؤسسات الدولة التركية استنفرت منذ الساعات الأولى، منذ بعد الزلزال بساعتين، وتم الإعلان أيضا منذ الساعات الأولى بأن هذه الأزمة هي أزمة من الدرجة الرابعة، وهذا يعني طلب تركيا بشكل مباشر ومنذ الساعة الأولى باستعدادها للقبول بالدعم الدولي، لأنها استشعرت صراحة يعني حجم المأساة وحجم الزلزال الذي دمر منطقة شاسعة وطويلة. يعني لأول مرة يحدث زلزال يصيب 10 محافظات في لحظة واحدة، هذا دليل على أن الأزمة كبيرة والمشكلة يعني والتحدي صعب. لذلك هذه الساعات اليوم الساعات الأولى حتى يعني كما يعني التقديرات حتى الساعة يعني 72 ساعة الأولى يمكن انتشال أحياء من تحت الأنقاض، بعد هذه الساعات تعتبر يعني الفرصة تضعف أو الأمل يضعف. اليوم تم انتشال يعني طفل عمره 20 يوما بعد 60 ساعة، هذا دليل على أن الأمل لا يزال موجود والتحدي لا يزال موجود، وهي الساعات الحاسمة لانتشال أحياء من تحت الأنقاض. بعدها يصبح الأمر هو انتشال الجثث والضحايا، وهذه أيضا مهمة صعبة وطويلة، وهناك تقديرات بأرقام يعني ربما تكون مؤلمة بالنسبة لنا كلنا. نعم، أنتقل إلى الأستاذ مصطفى. بداية أستاذ مصطفى، حمدا لله على سلامتكم، أنتم على الحدود السورية التركية، يعني لو تلخص لنا كيف كانت الساعات التي مرت عليكم والأجواء التي تعيش بها الآن؟ تحياتي لك أستاذ الكريم والأستاذ المشاهدين الكرام. نعم، لا شك أن ما حصل من هزات ارتدادية ما بعد الزلزال منذ بداية قبل يومين هي هزات ارتدادية متتالية بلغت تعدادها قرابة 500 هزة متتالية، وكان أعلى وتيرة لها وصلت إلى 7.8. اليوم نتحدث يعني في الظهر اليوم عفوا الساعة 9 صباحا هنالك هزة ارتدادية كانت بمقدار 5.2، بمعنى أن هذه المباني ربما قد تتعرض للانهيار مجددا سواء كان في الداخل السوري أو حتى في الداخل التركي. وهنا نتحدث عن مجموعة من المباني السكنية، إذا ما أخذنا من الاعتبار الضرر الكبير الحاصل في مدينة أنطاكيا التركية، هنالك المدينة ربما نعم. أصبحت أقرب ما تكون مدينة أشباح. نعم أستاذ مصطفى، عذرا على المقاطعة، يعني بالنسبة لتركيا سنأتي للحديث عنها، ماذا عن الجانب السوري، ما هي الأضرار؟ نعم،
الأضرار بالنسبة للجانب السوري كبيرة جدا، يعني عدد الضحايا الذين عاينتهم عبر المعبر باب الهوى السوري قرابة 300 اليوم، تم إدخالهم من 300 إلى 350. كذلك أيضا في الداخل السوري الدفاع المدني أعلن يعني الظهر اليوم عن ارتفاع حصيلة من تم انتشالهم تحت الأنقاض قرابة 2000، وربما هنالك أرقام تتفوق ذلك بكثير، لكن عمليا تعطي عدم وجود أجهزة ومعدات حديثة تتعامل مع هكذا زلازل هي أحد أهم الأسباب. كذلك أيضا قدرة الدفاع المدني لا يمكنها أن تتمكن من حجم هذا الكبير من الدمار الذي حصل، المساحة الكبيرة جدا، الضحايا أعدادها كبيرة، أيضا هنالك متطوعين، لكن المعضلة الحقيقية هي عدم وجود أدوات سواء كانت ثقيلة أو بعض الأدوات الخفيفة والمتوسطة. كذلك أيضا هنالك متطلبات، يعني الكل يناشد المجتمع الدولي من أجل إرسال المساعدات اللوجستية المختصة عمليا في إنقاذ هؤلاء الضحايا المتواجدين تحت الركام في ظل درجات حرارة منخفضة جدا جدا، يعني اليوم نتحدث عن درجات حرارة دون الصفر، وبالتالي حتى وإن كان الشخص هو موجود وعلى قيد الحياة وضمن هذه الظروف ولا يوجد هنالك يعني تدفئة، أعتقد بأنه سيتوفى مباشرة نتيجة لدرجات الحرارة المنخفضة جدا وربما قد تبلغ دون الصفر. وبالتالي نحن نتحدث عن استمرار هذه الأزمة، يعني أن استمرار هذه الركام موجودا فوق جثامينهم سيرتفع الأعداد بشكل كبير، وهذا يتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى المجتمع الدولي الذي أعلن عن تقديم المساعدات ولكن لم تصل حتى هذه اللحظة. هنا أتحدث عن المساعدات اللوجستية، وبإمكان أن يكون هنالك تشكيل جسر جوي يعمل على نقل المساعدات المتوسطة والخفيفة من أجل إيصالها للداخل السوري ومن ثم التعامل معها. كذلك أيضا من الممكن أن يتم إنشاء مشافي ميدانية على الحدود السورية التركية وتحديدا في منطقة باب الهوى. نعم. نظرا لأن الطريق الدولي المؤدي من وإلى باب الهوى ما زال سالكا. نعم. كذلك أيضا هنالك معابر أخرى قد أغلقت، هذا مما يزيد زيادة المشهد ارتباكا، خاصة بأن هذه المعابر لم تعد صالحة للسير المركبات، وبالتالي سوف نتحدث أيضا عن موضوع المعابر. أستاذ مصطفى، أستاذ حامد يعني نائب الرئيس التركي تحدث عن تعرض البلاد لأكثر من 790 هزة ارتدادية، يعني لاحظنا منذ الإعلان عن أو منذ الساعات الأولى لوقوع هذا الزلزال لاحظنا غياب تام للمناكفات السياسية بين الأحزاب المختلفة في تركيا. أستاذ حامد، ما الذي يعنيه غياب المناكفات السياسية في الساعات الأولى لإعلان هذا الزلزال؟ طبعا عندما تكون البلاد في حالة حرب أو تكون في حالة كارثة طبيعية، من الاحترام لأرواح الشهداء وآلام الناس أن لا يكون هناك مناكفات سياسية ولا يتم تجير أو استخدام أو استغلال هذه الآلام من أجل أهداف سياسية أو أهداف انتخابية. لذلك يعني دائما الدول، يعني اليوم تركيا عندما تقبل مساعدات من اليونان ومن إسرائيل ومن مصر ومن الدول التي كانت علاقاتها معها ليست بالجيدة، هذا على أنه أثناء الأزمات الدول يمكن أن تقبل المساعدات حتى من الدول التي تختلف معها سياسيا أو لديها اختلاف أو انقطاع بالعلاقات الدبلوماسية. لذلك هو وقت يعني الموقف الإنساني والطبيعي أن يقوم الناس بتقديم المساعدات بغض النظر عن الأمور الأخرى، فما بالك عندما يكون هناك يعني أبناء البلد ومن ينتمون إلى نفس يعني الشعب ونفس الدولة. فمن باب الأولى أن لا يكون هناك أي مناكفات سياسية ولا يتم تسييس هذه الخدمات، لكن شهدنا البارحة واليوم بعض هذه المناكفات وبعض هذه يعني محاولات المعارضة انتقاد تأدية الحكومة، وكان اليوم رد عنيف من رئيس الجمهورية ومن نائب رئيس الجمهورية على المعارضة التي حاولت أن تصطاد بالماء العكر وحاولت أن تستغل بعض الأخطاء أو بعض التقصير، وهذا حدث ويحدث ولا يزال هناك ارتباك ولا يزال هناك نوع من التقصير وعدم قدرة المؤسسات على تلبية والتواجد في كل أماكن الأنقاض، لأن يعني المشكلة الأزمة كبيرة. وأنا الذين حضروا
الزلزال 1999 كان محصورا في منطقة محدودة 50 كيلومتر يعني تقريبا في منطقتين فقط. أما هذا الزلزال يختلف عن كل ما عاشته تركيا سابقا، لأنه حدث زلزالين كبيرين بنفس الوقت. يعني من هذه الناحية، بما أنك أتيت على موضوع زلزال مرمرة الذي وقع عام 1999، ما الذي تغير حتى الآن من حيث استعدادات الدولة؟ كيف تغيرت استعدادات الدولة لمواجهة مثل هذه الكوارث؟ اليوم هناك بعض الناس من يناقش أو يقارن ما بين الزلزال في اليابان والزلزال في تركيا، وكيف هذا يعني مقارنة يعني فيها نوع من عدم الإنصاف والإجحاف. اليوم تركيا بما امتلكته يعني من استعدادات، على مثال واحد على الاستعداد الكادر الطبي، اليوم تركيا حتى اليوم حتى هذه اللحظة لا تعاني من أي مشكلة في نقص الكوادر الطبية، واعتذرت من الدول التي عرضت عليها المساعدة الكوادر الطبية. هذا نتيجة المشافي المدن الجامعية قام بها الرئيس رجب طيب أردوغان رغم احتجاج المعارضة، ودائما كانوا يعترضون على هذه المدن الطبية الكبيرة. اليوم هناك كادر من الكادر الشاب الذي يعمل بالقطاع الصحي، وهذا ما أثبتته تركيا خلال وباء كورونا. لذلك هناك استعداد على المستوى الصحي أيضا على مستوى الآفات، ولكن الحجم الدمار الذي حصل بتوقيت بدقيقة واحدة، بأقل من دقيقة وفي 10 مدن، هذا وتقطع يعني بعض الطرق، تهدم بعض الطرق التي منعت وصول بعض المساعدات. لكن اليوم وكما صرح نائب رئيس الجمهورية استعادت تركيا السيطرة، واليوم يعني تم إيصال الكهرباء والغاز الطبيعي وكثير من المرافق بدأت تعمل، وهذا دليل على أنها استطاعت على الأقل حاليا السيطرة على يعني الأمور الإسعافية الضرورية المستعجلة. أما المضاعفات فهي كثيرة وتحتاج إلى أيام طويلة لمعالجتها. نعم أستاذ مصطفى، يعني مراقبون يرون أن النظام السوري يحاول فعلا استغلال هذه الكارثة لمصلحته، وهناك دعوات يطلقها لرفع الحصار عن سوريا، وكأنه يعني الحمل الوديع كما يصفه البعض، علما أن السبب الرئيسي بعدم وصول المساعدات هو الفيتو الروسي. كيف ترون ذلك؟ أستاذ مصطفى هل تسمعني؟ أنتقل بالسؤال إليك أستاذ حامد، يعني كما كنت أسأل الأستاذ مصطفى أن مراقبون يرون أن النظام السوري يحاول استغلال هذه الكارثة لمصلحته ولرفع الحصار عنه، علما أن السبب الرئيسي بعدم وصول المساعدات لمناطق المعارضة هو الفيتو الروسي. كيف ترى ذلك؟ نعم أستاذ حامد هل تسمعني؟ أنا أسمعك. نعم نعم، هل سمعت السؤال أم أعيده عليك؟ السؤال كان موجه لي؟ نعم أعيده عليك السؤال؟ لا، بالنسبة لسوريا يعني سمعت نصف السؤال لكن فهمت يعني سوريا المأساة كبيرة ومضاعفة ومركبة. يعني أولا انهيار يعني المدن كان بسبب القصف والبراميل والقصف الذي يعني قام به النظام وروسيا على تلك المدن، وهذا التشرذم صراحة وغياب المؤسسات الرسمية التي تستطيع تشكيل يعني أزمة كوارث وتدير المسألة. لكن بالنسبة للنظام، ومع الأسف الشديد يعني أنا تابعت وشاركت على عدة قنوات ورأيت الذين يتكلمون باسم النظام، مع الأسف الشديد يعني حتى هذه الأزمة الإنسانية التي تجعل العدو يساعد الطرف الآخر، اليوم نرى أن هناك استغلال لهذه الآهات ومحاولة رفع يعني رفع العقوبات عن النظام الذي هو قتل هذا الشعب.
صراحة يعني اليوم ما يحدث في سوريا مأساة كبيرة بكل معاني الكلمة، يتحملها النظام ويتحملها سوريا ويتحملها المجتمع الدولي وتتحملها أيضا حتى الدول العربية التي يعني لم يكن لها الدور الإسعافي السريع لإنقاذ يعني الشعب السوري الذي بقي لوحده في هذه المعركة، في هذه الأزمة. كانت تركيا هي الرئة الوحيدة التي تنفس منها الشعب السوري في شمال سوريا. اليوم تركيا هي أيضا يعني تلملم جراحها، لذلك يعني المأساة تفاقمت وازدادت، فهي كبيرة ومتعددة صراحة الآلام، وتحتاج إلى يعني شرح طويل. لكن استغلال النظام هذه، حتى أنه بدأ يستغل حتى صور يعني ما يقوم به الناس في المناطق المحررة من يعني نعم، يعني يبدو هذا، نعم صور أيضا يروج على أن معاناة الشعب السوري، هؤلاء معاناة الشعب الذي يقوم هو بإنقاذهم، هذا دليل على يعني أن هذا النظام لا يأبه ولا يعني غير نعم يعني معني بآل الشعب السوري أبدا. استغل نعم استغل عودة الأستاذ مصطفى النعيمي. أستاذ مصطفى، تحدثت عن ضرورة فتح المعابر وإيصال المساعدات، ولكن ما هو المانع الرئيسي الذي تجدونه على أرض الواقع؟ ما الذي يمنع إيصال هذه المساعدات؟ العائق الرئيسي هو الطرق الدولية التي تضررت نتيجة الزلزال والهزات الارتدادية التي يعني قاربت 72 ساعة وما زالت مستمرة. يعني حتى هذه اللحظة لا توجد هنالك معلومات مؤكدة حول انتهاء من هذه الهزات الارتدادية، نظرا للصعوبات الكبيرة التي حصلت في الداخل التركي، وهنالك معلومات تشير إلى انزياح جزء من تركيا بقرابة 3 أمتار، بمعنى آخر أن هذه الطرق الدولية أيضا، يعني عندما نتحدث عن بعض الصور التي عاينتها، هنالك سكك للحديد قد يعني انقسمت إلى جزئين، هنالك حالة كبيرة من الهلع لدى السكان، وكذلك أيضا حالة من الهلع نتيجة لهذه هذا المشهد. كذلك أيضا الطرق البرية، هنالك بعض الطرق في بعض المناطق شاهدتها بشكل مباشر تظهر أن الطريق الدولي يعني بعرض تقريبا 3 أمتار قد انزاح إلى الطرف الآخر، بمعنى أن هنالك تحرك في داخل التربة، وارتفاع هذه يعني ارتفاعها قرابة 18 كيلومتر من سطح الأرض هذه الهزات التي تحصل، والأضرار الناجمة عن تلك الهزات أعتقد بأنها كانت يعني صعبة جدا، لا يمكن توصيف هذا المشهد. كذلك أيضا ما حجم يعني هذه الجثامين التي تتوارد باتجاه طيب معبر آل أستاذ الهوى، مصطفى، وكذلك أيضا من الطرفين هنالك. كيف تصف عمل الخوذ البيضاء، وأيضا يعني العمل أو الجهود الذاتية لدى الأهالي في الشمال السوري في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الضحايا الذين علقوا تحت الأنقاض؟ كيف تصف هذه الجهود؟ الجهود الدولية الموجودة حاليا، الجهود المحلية هي ضمن مؤسسة الخوذ البيضاء، الدفاع المدني، كذلك أيضا هنالك بعض المنظمات المحلية التي المعنية بإنقاذ هؤلاء الأرواح، هنالك منظمات طبية، هنالك أيضا منظمات إسعافية متعددة تقوم على انتشال هؤلاء الضحايا، لكن ليس بمقدورها نظرا لتعثر وجود الوقود. هنالك مناشدات أطلقت بشكل كبير سواء كان فيها من خلال المنظمات نفسها أو حتى بعض المؤسسات الحكومية، عفوا المؤسسات للحكومة السورية المؤقتة، وكذلك أيضا حكومة الإنقاذ على الطرف الآخر، يعني تعاني من مشكلة حقيقية لاستدامة وصول الوقود. لكن اليوم دخلت 9 صهاريج وربما قد تصل إلى 14، ولكن بسوريا بحاجة في المناطق المحررة أو المناطق خاضعة لسيطرة المعارضة بأجملها بحاجة ماسة إلى استدامة وصول هذا الوقود، كذلك أيضا المساعدات الإنسانية والطبية بالدرجة الثانية. لكن عمليا عندما أتحدث عن الجسور الجوية نتيجة لتعطل بعض الطرق الدولية، يعني هنالك في ريف حلب على سبيل المثال، لو أن هنالك مساعدات ستقدم من معبر باب الهوى باتجاه ريف حلب ستحتاج وقت طويل، وأيضا هنالك دمار كبير أيضا في المناطق الواصلة ما بين إدلب وحلب، في منطقة جنديرس هنالك مأساة حقيقية يعني من الصعب تخيلها نظرا لاكتظاظ السكان الكبير والأبنية التي تم بنائها بموجب تداعيات
يعني تداعيات الغارات الروسية والقنابل الارتجاجية، أيضا الأبنية متصدعة بشكل كبير، وحتى أسقف المنازل كلها باتت متصدعة بشكل كبير، وهنالك مخاطرة في المبيت فيها. لكن بالمقابل ذلك أيضا هنالك مأساة حقيقية، يعني اليوم نتحدث عن رياح عاتية ودرجات حرارة منخفضة ربما تكون تحت الصفر، فكيف لهؤلاء الذين لا يجدون أيضا منازل؟ يعني البعض منهم من نجا، كيف سيقومون على يعني على وسائل التدفئة؟ كيف سيجلبون وسائل التدفئة في ظل الانهيارات المتكاملة في هذه المنطقة؟ سأكتفي معك بهذا القدر الأستاذ مصطفى النعيمي، وأعلم أنك تقف في درجات حرارة منخفضة. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من الحدود السورية التركية، الإعلامي السوري مصطفى النعيمي، شكرا جزيلا لك. وأبقى معك أستاذ مصطفى حامد أوغلو، يعني لاحظنا ظهور نائب الرئيس التركي في كل يوم ويعني على فترات متقاربة، وأيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم زار منطقة الكارثة. يعني هذا الأداء الحكومي برأيك كيف ينظر إليه الشعب التركي، وكيف تقيم هذا الأداء الحكومي في سرعة الاستجابة للكارثة؟ يعني هذا شيء طبيعي وبديهي، يعني عندما تكون هناك دولة مؤسسات ودولة تسعى إلى خدمة المواطنين وتسهر على خدمة المواطنين، وخاصة أنها تكون مقدمة على انتخابات، يعني بغض النظر أن تكون هناك انتخابات أو لا انتخابات، هذه الحكومة ومنذ 20 سنة هي تعمل على يعني إنجازات، ودائما هي الأفعال تتكلم بالأفعال وليس بالأقوال. لذلك يعني لا من يعني الذي يعني عاش فترة طويلة في تركيا لا يستغرب، بل بالعكس يجد أنه يجب أن ينتقد ربما من باب يعني التقويم والإصلاح والاستعجال. لذلك المواطن التركي اليوم رأيناه كيف يعني هب إلى مطار إسطنبول من أجل يعني اللحاق بالذهاب إلى المناطق المنكوبة من أجل تقديم الخدمة أو التطوع للعمل. أنا أعرف كثير من الأطباء سافروا إلى تلك المناطق وأعرف الناس، لذلك هذا شيء طبيعي عند كل الشعوب. هنا أريد أن أقول عندما تكون القادة في المقدمة، هذا ما قاله رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أثناء الانقلاب العسكري، عندما يكون القائد في المقدمة فإن الشعب يتبعه. هذا ما وجد ما لم نجده صراحة في سوريا، خاصة ودعنا ننتقد يعني من النقد الذاتي في الطرف في المناطق المحررة، وجدنا غيابا للحكومة السورية المؤقتة وللائتلاف الذي لم يكن على قدر المسؤولية. صحيح أنه ليس وقت الانتقاد، لكن كان يجب يكون هناك استصراخ للهمم للدول الخليج. كان هناك كان هناك مناشدات للمجتمع الدولي. إذن ينظر بامتنان ويشعر ويقدر هذا العمل، وأظنه سينعكس هذا يعني على الانتخابات القادمة، وإن كان يعني الأزمة كبيرة التي تدمر كثير من يعني البنية التحتية وستتأثر على الاقتصاد، لكن الشعب التركي هنا يقدر يعني حجم الكارثة من جهة، ويقدر الإمكانيات الموجودة ويرى لملمة الجراح بأقصى من هذه السرعة لا يمكن أن يكون. نعم، إذن كنت ضيفا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب السياسي التركي مصطفى حامد أولو، شكرا جزيلا لك.